هذا ملعب جاسم بن حمد اللي هو استاد نادي السد. طبعا كان في ملعب قديم تم هدمه وبناء هذا الملعب الجديد. الملعب هذا له قصة وذكريات كبيرة جدا حقيقة مع كرة القدم القطرية. بالمناسبة الملعب هذا يعني كان جاهز في 2003 من أجل استضافة بطولة كأس الخليج 17 اللي لعبت في هذا الملعب. كان الحفل الافتتاحي في هذا الملعب شهد عودة العراق للمرة الأولى بعد فترة غياب، وهذا الملعب أيضا شهد المباراة النهائية اللي فاز فيها منتخب قطر على منتخبنا الوطني بركلات الترجيح. الملعب هذا كان الشاهد على فوز منتخب قطر ببطولة بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية 2006 اللي أقيمت في الدوحة. الملعب هذا كان النواة اللي من خلالها بدأت حركة التطوير الكبيرة على مستوى كرة القدم في دولة قطر، ومنها أيضا استمرت على بقية المنشآت اللي موجودة في البلد. الملعب هذا كان ثورة على مستوى الحركة الرياضية في الدولة. من هنا انطلق السد وحقق لقب بطولة كأس آسيا 2006، ومن هذا الملعب كانت استضافات الدوحة للأحداث الرياضية الكبيرة، ومن خلالها أيضا اللعب بطولة أو لعبت بطولة كأس السوبر الإيطالي في هذا الملعب في أكثر من مرة، وهذا الملعب أيضا شهد مباريات بطولة كأس العالم للأندية. واحد من أجمل الملاعب، صحيح أن حجمه صغير حكم المدرجات يمكن فقط 9 إلى 13 ألف متفرج، لكن كتصميم خارجي وتصميم داخل أيضا داخل الممرات وغرف تبديل الملابس والمرافق اللي موجودة. وبالمناسبة هذا الملعب فيه أكبر جيم، أكبر صالة رياضة اللي هي 1969 سنة تأسيس نادي السد على مستوى الوطن العربي، أكبر صالة رياضية موجودة في الوطن العربي. استاذ جاسم بن حمد في نادي السد.